السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة داء ودواء. عاملين يا جماعة، أخباركم؟ كل سنة طيبين، رمضان كريم. رمضان قرب طبعا، فاضل عليه كام يوم كده. فطبعا احنا عارفين ان رمضان يبقى خطة لكل الناس اللي عايزة تخس، تيجي قبلها ب10 ايام ولا ب15 يوم، الواحد يجي خلاص يقرر انا همشي على دايت واعمل دايت وان شاء الله باذن الله اخس في رمضان. يعني يبدا وزنه 80 كيلو او 85 كيلو او 90 كيلو، بعد رمضان يجي يوزن، وبعد ما عمل دايت ومش تمام وتمام يلاقي نفسه اكتر من 100 كيلو. فده بيحصل عند الجميع، ده نوع من الناس، مش على الجميع، نوع من الناس. الجميع بقى اللي بياخد الخطه، انتوا فاهمين؟ انما النوع التاني من الناس بقى، واحد بيعمل الخطه وخلاص، بيقرر وبيكتب في ورقه انا هبدا دايت في رمضان وهبدا اجري وهبدا اروح الجيم وهبدا اعمل ويك كذا وكذا وكذا، وهتابع دكتور اسلام فراج الفيديوهات بتاعته اللي بيتكلم فيها على التخسيس وبيتكلم فيها على كل ما يتعلق بالتخسيس، وان شاء الله باذن الله خس. ويجي اول يوم في رمضان ينسى الخطه اللي هو حطها في دماغه تماما نهائي، وما بيرجعش تاني خالص، وما بيشيلش الموضوع من دماغه، لانه بيلاقي كنافه، بيلاقي كنافه بالمانجا، وفي حاجات غريبه اليومين دول كده، والاكل طبعا الفراخ والمحاشي واللحوم، وبصوا حاجة يعني في منتهى الجمال والروعة. إن شاء الله بإذن الله لو دي خططك كل سنة عشان تخس، أو دي خططك كل سنة عشان تخس في رمضان، بعون الله مش تنزلي ولا كيلو. طيب في الفيديو ده بقى احنا عايزين نتكلم بالراحة كده، نشوف إيه مشكلتنا النفسية الأول قبل ما نكمل في شهر رمضان. بصوا يا جماعه، الموضوع بتاع الدايت ده او بتاع التخسيس ده مش قصه حرمان، او قصه انا مش عارف اخس، او قصه مش عارف اخد الخطوه. هي الموضوع محتاج توجيه وارشاد لا اكتر ولا اقل، ويكون عندك انت الدماغ او الفهم او الكاريزما، او ان انت يبقى عندك القدره او الرغبه، يعني بقربها اهو، الثقه في نفسك ان انت تبدا تاخد خطوه جديه في ان انت تخس. وعندك فرصة جميلة هي شهر رمضان. احنا في الغالب لما بنتعامل مع الكلاينتس او مع العملاء في الدايتس اللي بيشتركوا معانا فيها، بنستخدم صيام متقطع مع مجموعة من المشتركين. فمهم جدا، انت في فرصة عظيمة اهي عشان خاطر تخس، فتضيعها ليه؟ تعالوا نتكلم على شوية نصايح وشوية حاجات لو ابتديت تاخد بالك منها وتعملها في شهر رمضان، ان شاء الله بإذن الله مش هتطلع من شهر رمضان ده خس اقل من 5 6 كيلو. طبعا واحد يقول لي 5 6 كيلو ايه ده يا دكتور، انا كان في مخيلتي انت تتكلم في مثلا 20 كيلو 30 كيلو. يا حبيبي تعالى اقول لك على حاجه، 20 كيلو 30 كيلو ده هتلاقي في الاخر في ترهل، في مشاكل صحيه، في نقص في الفيتامينز، في المينرالز، في الجفاف، بتلاقي نفسك مودك مش مظبوط. الصح يا جماعه واللي المفروض الشخص يخسه اسبوعيا من نص كيلو لكيلو، لا اكتر ولا اقل، ده اللي المفروض يبقى صح. تعالوا نتكلم بقى على شويه تيبس كده وحاجات مهمه في شهر رمضان لازم نتكلم فيها باذن الله. طيب اول حاجه لازم ناخد بالنا منها في شهر رمضان، ان احنا لازم نقلل من السعرات الحراريه. واحد يقول لي يعني ايه نقلل من السعرات الحراريه يا دكتور؟ انا عارف ان موضوع السعرات الحراريه ده ممكن يعمل زي ان انتم يعني عارف، والله عارف ان هو وناس بتكسل تحسبها، وناس تقول لك طب انا هحسب سعرات حراريه ازاي واعمل الكلام. بصوا يا جماعه، موضوع التخسيس ده والله محتاج ان انت يكون عندك خطه، لازم يكون في خطه جديه لان انت تخس، بعيدا عن ان انت تاذي جسمك، بعيدا عن ان انت تاخد اي حاجه من بره، الاكل وان انت تقلل السعرات الحراريه. واحد يقول لي طب ازاي احسب السعرات الحراريه؟ انا عملت فيديو قبل كده على ازاي نحسب السعرات الحراريه، ممكن هتلاقوه في الديسكربشن بوكس تحت، او ترجعوا له يعني في القايمه او في الليسته اللي احنا عاملينها بتاعت الايه؟ التخسيس. طيب واحد هيقول لي احسب السعرات الحراريه، وانا محتاج قد ايه السعرات الحراريه اصلا؟ انت محتاج يا سيدي حوالي 2000 كالوري من السعرات 2000 كالوريز او 2000 سعره حراريه يوميا عشان تقدر تعيش. عشان تخس لازم تقللها 500 كالوري. واحد هيقول لي ازاي؟ تاكل 3 مرات في اليوم، 3 مرات كل وجبه لا تتعدى 250 جرام في كل حاجه، ربع كيلو من 250 ل 400 جرام مش اكتر كده، ان شاء الله مش تتعدى 600 سعر حراري يوميا على حسب الوزن اللي انت ماشي بيه. وانت لو هتمشي راندوم من غير برنامج مثلا مشترك مع دكتور، او طبعا معانا يعني في دايت بوينت، ممكن تخش على صفحه الانستجرام او على الواتساب لو انتوا عايزين تطلبوا البرامج المتخصصه في انقاص الوزن يعني. بس احنا بنقدم معلومات يعني فور فري للجميع، ان احنا نساعدهم ازاي يقدروا يخسوا من غير حتى من ان هم يجي يشتركوا معانا، فلان ده دورنا ان احنا نعمل وعي بموضوع ان انت لازم تخس. طيب النصيحه الاولى ان انت لازم تقلل السعرات الحراريه بتاعتك عن 2000 سعر حراري، ده مهم جدا 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 عشان خاطر ايه؟ تنزل من وزنك. طيب رقم اثنين، او النصيحه رقم اثنين، لازم توزع اللي انا بقول عليها توزيع المتساوي او العادل للوجبات اثناء اليوم في شهر رمضان، من الفطار لوجبه في النص للسحور، سواء كنت بتتمرن او ما بتتمرنش، ما تعديش الموضوع ده 3 وجبات. يبقى انت لازم تقسم وجباتك بشكل
حنايم من الاخر كده على الهادي ما تدوش. طيب رقم ثلاثة، انت لازم مهم جدا 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 ان انت يعني في الفطار، دي غلطة كله بيغلطها او غلطتين، يا بتاكل كتير يا بتشرب كتير. رمضان في الصيف تلاقي نفسك بلبعت جرك الميه، رمضان في الشتاء تلاقي نفسك كلت حلة محشي، وده غلط، ده خطأ. لازم الافطار ده يكون خفيف، يكون في اكل. انا هقول لك على حاجه، ما تفطرش كتير، يعني انت اولا ما تاكلش كربوهيدرات كتير. واحد يقول ايه الكربوهيدرات ده يا دكتور؟ الرز والمكرونه والحاجات دي كلها. طب في حاجات دي كلها اكل من جانب الشيء شيء كده، مش اقعد الغوص ودي. ليه بقى؟ الكربوهيدرات والنشويات والحاجات دي كلها بترفع مستوى الانسولين وبسرعه بقى، اللي هو انت اصلا طول الصيام الانسولين ظابط، بينزل السكر قليل في الدم فالانسولين ظابط. اول ما بتيجي تاكل تمشي الانسولين يطلع لفوق، اول ما اللي بتدي الانسولين يطلع لفوق اعرف ان تكوين الدهون بدا عندك، يبدا جسمك يلم دهون من الاكل، وهي هو ده الكونسيبت بتاع موضوع تكوين الدهون والقصص دي كلها. يبقى احنا مهم جدا جدا ان احنا وجبه الفطار يكون اكلها قليل مش كتير، ما تاكلش حاجات فيها دسم كتير، دهون كتير، فيها سكريات كتير، ما تبداش بالعصاير اللي هي مليانه سكر، ما تحطوش سكر على عصير، ده مشكله كبيره. يبقى رقم اللي بقى الثلاثة ان انت لازم ما تاكلش كميات كبيرة في فترة الافطار او في وجبة الافطار. رقم اتنين، لازم تاكل وجبات صحية، مشوي ومسلوق. واحد يقول لي مشوي، مشوي ومسلوق، والحاجات التانية ابعد عن المقالي اللي فيها زيوت كتير. ولو هتاخد منها يا سيدي من جانب الشيء شيء كده ان انت تدوق بس، عود نفسك على الاكل الصحي. اللي بعد كده ان انت لازم تستهلك كميه كبيره من الالياف. واحد يقول لي الالياف دي فين يا دكتور؟ الالياف دي يا حبيبي موجوده فين؟ موجوده في الخضروات، موجوده في الفاكهه، موجوده في الشوفان، فمهم في الحبوب الكامله. يبقى لازم تبدا فطارك بالياف. هيقول لي ليه الالياف؟ الالياف يا سيدي بتساعد على خفض نسبه الكوليسترول، بتصلب في البطن فتره كبيره، بتفضل في البطن مش احنا لما بناكل فول بيقول لك الفول بيصلب في البطن في السحور ومش عارف ايه، بطول عشان في الياف. الالياف مهمه جدا جدا وبتساعد على خساره الدهون. يبقى دي وجبه ايه؟ الافطار. بعد كده لازم مهم جدا ان انت طول فتره الفطار تشرب ميه كتير. واحد يقول لك يا دكتور الميه دي بتزود الوزن او بتدخل، هقول لك يا حبيبي ميه ايه اللي بتزود الوزن او احنا دلوقتي الجسم عشان خاطر يحرق يحصل ميتابولايز او ميتابوليزم او يحصل هضم للطعام وحرق للسعرات الحراريه، لازم ميه، لازم تتنفس اكسجين وتشرب ميه. فانت لما تحافظ على ميه كتير في جسمك، اولا الجسم 70% منه ميه، ثانيا مهم جدا جدا انت تشرب ميه، لان العمليات الحيويه معتمده على الماء في كل حاجه، الخليه ميه، الخلايا العضليه، الخلايا العصبيه، خلايا اعضائك، خلايا الانسجه بتاعتك كلها ميه. فمهم حتى الخليه جواها ميه وفيها الكومبارتمنتس او المكونات بتاعتها حاجات صغيره كده وجواها كلها ميه، فانت فاهمني؟ مهم جدا تشرب ميه لا يقل عن 2 لتر في الفترة دي كلها. طيب رقم النقطة اللي بعد كده ان انت زي ما قلت لازم تقلل من الحلويات والأطعمة الدسمة. حلويات بقى كنافة بالمانجا، هريسة، مش عارف قطايف ولطايف وفطايف، القصص دي كلها ما انا مش عايز برضه امشي بمبدأ ممنوع ومش ممنوع. انت لو ماشي على دايت او خطة ماشي، هقول لك ممنوع وفي اوقات معينة تاكلها. انا شخصيا الكلاينتس او المشتركين اللي عندي بعرفهم حاجه زي دي وبقول لهم ممكن ناكل في وقت معين او في مكان معين في عزومه في كده، فبنبقى حاسبين وماشيين لان في توجيه وارشاد. ميزه الاشتراك مع دكتور او مدرب ايا كان، انا غيري مش فارقه، ان انت بيبقى في ارشاد وتوجيه بيقول لك انت تعمل ايه وتاكل ايه وتنظم حياتك ازاي. يبقى انت في شهر رمضان مصيبه كبيره، انتوا البنات بتعملوها، والله البنات بيعملوا بيجيبوا طبق القطايف ما بي بي مش بيستنوا بيحف. طيب بعد كده في نقطة مهمة لازم أقول لك عليها، أنت لسه ما اشتركتش في القناة يا معلم، وأنت يا أختي يا حبيبتي ما اشتركتش في القناة، فمهم جدا تشتركي في القناة، سبسكرايب مهم جدا يا جماعة، إحنا بنكبر على فكرة يعني، وأنا مبسوط جدا بيكم وبحبكم، وملاحظ إن في ناس كتير بتحبني يعني، بتكمل لي كومنتات جميلة كده أنا بحبها والله. في حلقة إن شاء الله بإذن الله قريب قبل رمضان هعمل فيديو كيو إن إيه أو كويشن وأنسر، الأسئلة اللي اتسألتها على القناة من أول ما بدأتها، وان شاء الله اجاوبكم وهنضحك وهنهزر كلنا. طيب نكمل بقى محتوى الفيديو بعد ما تعملي ايه سبسكرايب. في برضه نقطه تانية مهمه جدا في نص رمضان، طبعا كل سنه طيبين، انا جايبه جايب زينه رمضان، فيعني ايه انا بحبكم اهو مظبطكم مظبط لكم القناه. طيب بعد كده يا سيدي ايه قلنا؟ هنقلل من الحلويات ونقلل من المواد الدسمه والحاجات دي كلها. لازم 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 وقلنا نشرب ميه، لازم
تحافظ على ان انت تاكل خضروات وفاكهة، خضروات وفاكهة قبل كل وجبة. ليه بقى؟ اولا هتقلل من الشهية بتاعتك، هتلاقي نفسك مش جعان. ثانيا لما تلاقي نفسك يوم بعد يوم بتخس، في برضو نقطة او جانب تاني او شق تاني عايزين نتكلم فيها يا جماعة، وهو الحركة او المشي. هنتكلم فيه بس يعني ايه، يعني ناخد بس دقيقتين ثلاثة في الموضوع الخاص بالنيوتريشن او التغذية. ان انت لازم تاكل فاكهة وخضروات. ليه؟ فيها الياف كتير، فيها مينرالز كتير. لما بتعمل دايت جسمك كان متعود ياخد كميات اكل كبير، ففيها مينرالز وفيتامينات كتير، فبتبقى تمام بومب. انما لما بتخس مش بتبقى بومب، بتبقى مية مية يعني، لا بتبقى بومب في الحاجات دي. لما بتيجي تخس او تعمل دايت، الانتيك او الاكل اللي دخل جسمك بيقل بقى، فالمينرالز والفيتامينز بتقل. فاحنا دايما دايما مهم لو انت هتعمل دايت، حتى لو احنا جينا في شهر رمضان، ان انت لازم 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 تاخد ايه، فاكهه وخضار كتير. طول ما انت قاعد تفاحه، موزه، مش عارف، شويه بطيخ، شويه اناناس، حاجات كده في الرايق، فاكهه لذيذه وجميله وتخليك مش عايز تروح تاكل حلويات والقصص دي كلها. يا سيدي بدل ما تيجي انت عايز تاكل حلويات ولا حاجه، استبدلها، اعمل لك طبق فاكهه محترم وحط معلقه عسل عليه، حط 3 4 تمرات عليه عادي، مفيش مشكله. الطبق ده اعمله مرتين ولا مره في اليوم. طبق سلطه محترم كده قبل الفطار، شويه طماطم، شويه خيار، شويه فلفل، شويه سبانخ، شويه كزبره، شويه شبت، ليمونتين، معلقه زيت زيتون، شويه بهارات، حاجه في العناب. تاكل الطبق ده يا سيدي، تيجي تاكل تلاقي نفسك كلت شويه صغيرين، تتعود على الامر ده تلاقي نفسك بتاكل الكميه اللي انت محتاجها يوميا. فمهم مهم 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 جدا ان احنا نحافظ على اكل الفاكهه والشرب. في نقطه وخطا كبير وشائع جدا 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 بيحصل او بنعمله في شهر رمضان، انت تشرب كافيين كتير، تشرب منبهات كتير. يا جماعه الحاجات دي مدرات للبول، اولا هتعطشك، ثانيا هتنقص منك المعادن اللي موجوده في جسمك وحالتك هتبقى بالبلد. هو فنجان قهوه لو انت بتصدع تشربه وكان الله بالسر عليه، ده اللي تعمله في شهر رمضان. ويفضل ما يكونش بعد الفطار على طول، بعد ساعه ولا حاجه، عشان تكون ايه الاكل استقر في بطنك كده وبقى تمام التمام. وهو ده كان الفيديو يا جماعه بتاع ازاي نخسر وزن في شهر رمضان. انا معلش الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس مش طويل قوي يعني، 12 13 دقيقه. انا بحبكم في الله، انا اخوكم دكتور اسلام فراج، دكتور صيدلي، ودي قناه داء ودواء. القناه ان شاء الله باذن الله تكون المنصه الاولى في الشرق الاوسط في مجال النصح والارشاد والتوجيه الطبي والصيدلاني وكل ما يتعلق بمجال الادويه، المكملات، الاغذيه، الامراض، صحه الرجل، صحه المراه والطفل والاسره. ان شاء الله باذن الله باذن الله بنكبر بيكم. انا مبسوط ان القناه بتكبر، ومبسوط جدا من التفاعل والريتش اللي احنا بنوصله. احنا قربنا اكتر من 1,600,000 وصول للفيديوهات بتاعه قناه داء ودواء. ده مهم جدا جدا. انا بتمنى ان الفيديوهات دي تكون ثوابها باذن الله ان شاء الله على روح والدتي وليا ان شاء الله باذن الله. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب. عندك اي كومنت، اي كومنت خاص بالصحه العامه سيبوه لي تحت. في حاجه او نقطه مهمه جدا لازم اتكلم فيها برضه يا جماعه. واحد يقول لي انت نقطك الكتيره او نقطك بتكتر واحنا بنصدع. يا عم ماشي، انا يا جماعه محتاج دعم، انا مش عايز منك فلوس والله، ما عايز اي حاجه من اي حد غير حاجه واحده بس، تعمل لايك للفيديو ده. واحد او واحده تقول لي لايك ليه يعني، انا مش فاهم، مش عامله لايك. يا سيدي طب بالراحه بس، اف لما تعمل لايك للفيديو ده انت اتفرجت على الفيديو، اكيد استفدت وهتطبق اللي انا بقول عليه. حلو. طيب لما تعمل لايك للفيديو، اليوتيوب بيفهم ان الفيديو ده مرغوب فيه، محبوب، ناس كتير بتتفرج عليه، فبالتالي الفيديو بيحصل له الالجوريزمز او الخوارزميه بتاعت اليوتيوب بتاخد الفيديو تطلعه فوق. ما تطلعه فوق في نتائج البحث، ناس كتير بتشوفه، فما ناس كتير بتشوفه انت هتكسب ثواب. ليه؟ لان انت عملت لايك وساهمت في ان المعلومه تتنقل، انا هكسب ثواب. ليه؟ لان انا تعبت في المعلومه وقلتها. والدتي هتكسب ثواب. ليه؟ لان انا اتمنى اكون ولد صالح بيقدم حاجات كويسه في الحياه دي عشان خاطر والدتي تستفيد في اخرتها ان شاء الله باذن الله، والثواب يرجع ليها. بس هو ده كان محتوى الفيديو بتاع النهارده. معلش طولت عليكم والله، انا بحبكم في الله، اخوكم دكتور اسلام فراج، دكتور صيدلي، ودي قناتي وقناتكم داء ودواء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.